I play tennis or I am playing tennis. ايه الفرق بين الجملة الاولى والجملة التانية؟ السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هيتعلم ايه الفرق الشاسع بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. وديت من الحاجات اللي الناس كلها بتلخبط فيها والناس كلها عامله عليها ضجه كبيره والكل بيسال ازاي استخدم المضارع البسيط وازاي استخدم المضارع المستمر. وده الدرس رقم 6 من كورس الاخطاء الشائعه بين العرب. انا جيمي وانت بتتفرج على قناه الانجليش ميكس. ويلكم باك. طبعا اللغه الانجليزيه مليانه ازمنه وازمنه تزهق وتزعل وتلخبط وكل ده. وعشان يتعلم صح عشان نستخدم الانجليزي بطريقه صحيحه لازم نتعلم الزمن المناسب اللي هنتكلم عنه. فلو ذكرت كلمه مضارع اللي بنسميه present معناها بتكلم عن حاجه دلوقتي، ممكن يعني حاجه تكون بتحصل دلوقتي او يعني حاجه تكون في زمن المضارع. لو انا بتكلم عن الماضي حاجه حصلت وانتهت، لو انا بتكلم عن الفيوتشر حاجه هتحصل في المستقبل. النهارده بركز مع بعض ان شاء الله عشان نتكلم ايه الفرق بين البريزنت سيمبل تنس والبريزنت كونتينوس تنس. تعالوا الاول نتكلم عن المضارع البسيط. المضارع البسيط ببساطه كده خالص عشان ايه نبسط الكلام وما نخش ده السويل. المضارع البسيط بنحاول نستخدمه عشان تلات حاجات اساسيات. اول حاجه بنستخدم فيها المضارع البسيط اللي احنا بنتكلم عن حقائق يعني في حياتنا. على سبيل المثال انا سني مثلا 50 سنه، او انا مثلا بشتغل كمدرس، او انا مثلا بحب حاجه معينه. الحاجات دي كلها حقائق، يعني حقائق يعني حقيقه بتحصل. على سبيل المثال I am a teacher or I like shopping or I have a car or I have a wife or I have a fiancé. الحاجات دي كلها حقائق، عشان كده لازم استخدم فيها المضارع البسيط، ما ينفعش استخدم فيها المضارع المستمر. فعشان تفهم صح المضارع البسيط اول استخدام صح ليه انك تستخدمه عشان تعبر بيه عن حقائق في حياتك. حقائق يعني ايه؟ very true. These are facts. They don't change. ده اول استخدام ليه. الاستخدام الثاني للمضارع البسيط اللي هو الديلي روتين، الحاجات اللي انت بتعملها يوميا او العادات بتاعتك اليوميه. على سبيل المثال انك تقوم من الصبح الساعه 7، او بتخش مثلا تاخد دوش الساعه 8، او بتشرب قهوه الساعه 9. الحاجات دي كلها حاجات روتينيه بتعملها يوميا. I wake up at 7 o'clock or I take a shower at 8 o'clock. I go to work at 9 o'clock or I see my friends at 11 o'clock. دي الحاجات كلها بتحصل يوميا وهتسمها عادات. فعشان كده لازم استخدم فيها المضارع البسيط، ما ينفعش استخدم فيها المضارع المستمر. على سبيل المثال I am waking up at 7، ده غلط. اقول I wake up at 7. ممكن تقول I'm taking shower at 8، لا ما ينفعش. I take shower at 8 o'clock. دي عادات بتحصل يوميا فعشان كده لازم استخدم فيها المضارع البسيط. الاستخدام الثالث واخر استخدام للمضارع البسيط انك تتكلم عن السكادجول، بيسميه جدول الازمنه. يعني على سبيل المثال الاوتوبيس ده بيمشي الساعه 7، او الطياره بتنزل الساعه 10 بالليل، او يعني حاجات اللي دايما لها توقيت معين بتحصل. الاذان بتاع الظهر الساعه 12، او المغرب بيبدا الساعه 1. الحاجات دي كلها حاجات بتحصل في نفس الميعاد يوميا، فعشان كده لازم استخدم فيها المضارع البسيط. على سبيل المثال لو قلت مثلا ايه دي dawn prayer is at 8 o'clock، يعني صلاه الفجر الساعه كام؟ 8. او ممكن اقول ايه the bus leaves at 9 o'clock، الاوتوبيس بيمشي الساعه 9، او the plane takes off at 8 o'clock. دي كلها حاجات مرتبطه بجدول، وجدول سابق غشي، عشان كده لازم استخدم فيها المضارع البسيط. وديت الحاجات الاساسيه للمضارع البسيط. تعال بقى نخش بقى نتكلم عن المضارع المستمر ابن زينا اللي محير الناس كلها، اللي هو على سبيل المثال now I am shooting a video، يعني دلوقتي انا بصور فيديو. المضارع المستمر بيتكلم عن حاجة بتحدث الآن، يعني حاجة يعني الوقت هو بتحصل. أنا الوقت بعمل إيه؟ أنا بصور فيديو، أو أنا مثلا بتكلم معاكم، أو أنا مثلا باكل، أو أنا مثلا بتفرج على التلفزيون، أو أنا مثلا ببص على الشمس، النهارده الشمس فعلا يعني قاطحة جدا جدا جدا، أو أنا مثلا بهزر معاكم. الحاجات دي كلها حاجات بتحدث الآن، عشان كده بسميها المضارع المستمر، حدث يحدث الآن. طيب
ايه الاماكن اللي ممكن نستخدم فيها المضارع المستمر. تعال كده نتعلم بقى ايه الحاجات اللي ممكن نستخدم معاها المضارع المستمر. اول استخدام المضارع المستمر زي ما قلنا عشان نعبر بيه عن حاجه بتحدث في هذه اللحظه. على سبيل المثال I am shooting this video or I am talking to Nada or I am looking at the sky or I am looking at my dog. على فكره كلب كبير قوي. Or I am actually watching the movie. دي حاجات كلها بتحصل وقت اهوت. عشان كده بسميها دي اول استخدام للمضارع المستمر. الحاجه الثانيه اللي ممكن استخدم فيها المضارع المستمر ان اتكلم عن خطط هتحصل في المستقبل القريب. يعني على سبيل المثال انت هتشوف مثلا عماد الساعه 4 say I am going to see Jamie at 4 o'clock. او انت مثلا هتروح المحطة القطر بعد ساعة I am going to the train station after half an hour. أو أنت مثلا هتروح المطار عشان تجيب أبوك من المطار I'm going to the airport to pick up my father. ده حاجة دي بسميها خطط مستقبلية هتحصل بعد فترة بسيطة جدا. عشان كده لازما أستخدم فيها المضارع المستمر. ده الاستخدام التاني. الاستخدام التالت للمضارع المستمر بيستخدم المضارع المستمر علشان برضو كي نعبر عن حاجة بسميها تغير معين حدث في حاجة معينة. على سبيل المثال انت دلوقتي بتحس ايه؟ بتحس ان الطقس في اي مكان في العالم اتغير. ده بيسموه يعني ايه؟ تغير تلقائي. The weather is changing. ماشي؟ بتحس ان سعر الدولار في مصر بدأ ينزل. The dollar rate is going down. ماشي؟ او بتحس مثلا ان سعر الجاز عالى. The oil price is going up. الحاجات دي كلها بيسميها تغير بيحدث ببطء. عشان كده لازم نستخدم فيه المضارع المستمر. وديت الاستخدامات الاساسية للمضارع المستمر. طيب كده بقى تعلمنا ايه الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. هل عندنا اي اكسبشن اي سنات؟ طبعا في بعض ايه السنات البسيطة كده اللي احنا عايزين نتعلمها عشان ايه دايما نفتكر لكل قاعدة شواذ. على فكرة الحتة دي بتعلم المسؤول بتاعي لكل قاعدة شواذ. ماشي؟ في بعض الشواذ اللي عايزك دايما تفتكرهم وانت بتستخدم المضارع البسيط او المضارع المستمر. اول حاجة اللي ما ينفعش نستخدم فيها المضارع المستمر لو احنا بنتكلم عن حواس الجسد زي ايه؟ السمع اللي هو ده طبعا والنظر والايه الحاجات دي كلها بيسموها يعني الست حواس بتوعنا. ما ينفعش استخدم فيهم المضارع المستمر، لازما استخدم المضارع البسيط. على سبيل المثال I see you, I talk to you, I listen to you, or I smell this, or I sense that. الحاجات دي كلها ما ينفعش استخدم فيها المضارع المستمر، لازم نستخدم معاها المضارع البسيط عشان ديت حواس وتعبر عن حقائق. عشان كده المضارع البسيط الحاجه اللي ممكن انت تستخدمها معاهم. القاعده الشاذه الثانيه بتلزينا طبعا عايزينها يعني النهارده اللي هي بيسموها يعني ما ينفعش تستخدم معاها المضارع في افعال كده، ما ينفعش تستخدم معاها المضارع المستمر. والافعال دي بنسميها افعال الادراك، يعني فعل زي know او فعل زي remember او فعل زي forget او فعل زي think او فعل زي seem. الحاجات دي كلها ما ينفعش استخدم معاها المضارع المستمر، لازما استخدم معاها المضارع البسيط. I think this, it seems that, I know, I remember, I forget. الحاجات دي كلها استخدم معاها ايه؟ المضارع البسيط مش المضارع المستمر. القاعدة الشاذة الثالثة اللي ما ينفعش فيها في بعض الأفعال ما ينفعش استخدم معاها المضارع المستمر خالص اللي بيسميها أفعال اللي بتعبر عن حب أو كره شيء معين. يعني على سبيل المثال I like banana، ما ينفعش أقول I am liking banana، ما ينفعش أقول كده، لازم أقول I like banana. I hate apple، أنا بكره الإيه؟ التفاح. ما ينفعش تقول I am hating apple، ما ينفعش، دي بتعبر عن حقائق. عشان كده لازم نستخدم معاها المضارع البسيط. فأي فعل بيدل على حب أو كره زي like, dislike, hate, favor، الحاجات دي كلها بتعبر عن حبك لشيء معين أو كره لشيء معين، لازم استخدم معاها المضارع البسيط مش المضارع المستمر. آخر حاجة في قاعدة الشواذ، في بعض الأفعال كده ما ينفعش أستخدمها في المضارع المستمر خالص، فعل زي matter, own, need, belong. ما ينفعش تقول I am own، say I own a house. This belongs to me. Okay؟ الأفعال ديت ما ينفعش أستخدمها في المضارع المستمر، ينفع أستخدمها بس في المضارع البسيط. وده يعتبر نهاية الحلقة بتاع النهاردة، إحنا اتكلمنا إزاي تفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. عشان تعلم صح عايزك تسمع الحلقة كلها من الأول وتحاول تدي أمثلة على قد ما تقدر. على سبيل المثال
Right now, I am shooting a video. Now, I am looking at the sky. Now, I am talking to you. الحاجات دي كلها مضارع مستمر عشان بحس الآن. مضارع بسيط ايه؟ I own a car. I have a fiance. Or I have a property. Or I own this land. Or I like shopping. Or I love watching TV. دي كلها حاجات عشان بتعبر عن حقائق وعادات، عشان كده لازم تستخدم فيها المضارع البسيط. وديت نهاية الفيديو. فيديو عجبك اعمل لايك واعمل شير مع كل اصحابك اللي بيغلطوا لما بيجوا يفرقوا بين المضارع البسيط والمضارع المستمر. وما تنساش تزورنا على قناة اليوتيوب English Mix عشان تشوف كل اللي فاتك وجديد ان شاء الله. Thank you so much for watching and see you next time.